ما هضرش معايا في هذا في الاداره لداخل، خرجني حتى لبرا تحت الشجره ديال الساحه، قال لي دابا السيد اللي عيط لك لينا المسار ديال بنتك باش نقادو فيه النقطه ديال ماده الفيزياء، يعني بغانا نتفاهموا معاه. كيفاش تفاهموا معاه؟ قلت لي كيفاش تفاهموا معاه؟ قال لك يعني نشوفوا معاه القهيوه، نشوفوا معاه كذا. ملي شافني وهذا راه رشوه هذه. اي رشوه. ملي شافني قلت له هكذا، ويقول لي صافي عرفتي شنو، انا غنحل الامر بطريقتي. الرساله اللي كنوجه لاسره التعليم هو الضرب بيد من حديد على امثال بحال هاد الناس هادو. حنا تنقولوا انهم قدوه لوليداتنا، يعني الاسره الثانيه بعد الدار، واذا بينا كنتفاجئوا بهاد الناس المفسدين، يعني هادو بهذا المصطلح هذا شخص فاسد. هذه الفضيحة ديال المدير ديال المؤسسة اللي هو السيد عبد الجبار جباري. المشكل اللي عندي معاه وهو في اخر اول سنة، مش اخر سنة، يعني ما بين شهر واحد او داك شهر جوج، البنت ديالي دارت حادثة ديال السير. حادثة ديال السير الاسر ديالها توقفت من عند الدراسة، وانا كنجيب لي الشواهد الطبية، يعني كياخذوا من عندي الحارس العام، كندلي بالوثائق كل هذه المستشفى. في الاخر السنة كنتفاجئ بان بنتي ديالها تكرر. علاش الوزير خطب كل شيء نجح، البنت ديالي تكرر؟ علاش؟ اتصلت به هاتفيا قال لك اللي غادي نصلحوا المشكل. فاش جيت لعندو الاداره الاخر شهر 8، المهم بقى عليا سير واجي اللي غنصابوا المشكل، غنعيط الاساتذه، عندي اجتماع المهم لهنا من هنا. اخر ورقه عطاها لي هي هذه، المهم مازيدش بلا ما نطول، الناس راه كلهم في راسهم. هذه الورقه هذه عطاها لي بخط يده كيف ما كتشوفوا معايا، هذه غير فوتوكوبي يعني الاصليه. من بعد ما عطاها لي قال لي لا غد ليها جي سجلي البنت، لا غد ليها جي انا والبنت باش تسجل. شهد على نفسه انه بصفتي مدير ثانوية عبد الله قنون السيد عبد الجبار جباري اشهد بموافقتي على تسجيل التلميذة رزان بن يحيى بقسم الاولى بكالوريا علوم تجريبية خيار فرنسي خلال السنة 2020-2021. هذه الورقة هذه عطا لي 5 اكتوبر، هو عطا لي 7 اكتوبر، وهنا خارجة مع 6 وثلث. عيط ليا قال لي اجي عندي، جيت لعنده قال لي هذيك الورقة اللي عندك بعدا خدها لي في الصباح، ديك الساعة فاش دخلت عند بنت خدها لي قطعها رمى حداه، وانا ديجا داير على فوتوكوبي ايكاليزي، هو ما يحسب ليش هكذاك. المهم اللي جيت لعنده مع ستة قال لي قلت لي دابا شنو كاين، عيطتي لي في هذه الوقيته اشنو؟ قال لك لا غنصلحوا ما غنصلحوا الموقف. خرجني حتى لبرا قال لي اجي معايا، خرجنا حتى لبرا حدا الشجره، يعني ما هضرش معايا في الاداره الداخل، خرجني حتى لبرا تحت الشجره ديال الساحه، قال لي دابا السيد اللي عيط لك لينا المسار ديال بنتك باش نقادو فيه النقطه ديال ماده الفيزياء، يعني بغانا نتفاهموا معاه. كيفاش تفاهموا معاه؟ قلت لي كيفاش تفاهموا معاه؟ قال لك يعني نشوفوا معاه القهيوه، نشوفوا معاه كذا. انا في ديك اللحظه جاب الله كنت هزه معايا الوثائق ديال راجلي، كان الله يجيكم مريض، وانا جبدهم هكذا من الساشي. قلت له ودي الراجل مخرجي لي ريم، ما عنديش باش نديروا ليه، عنده تحاليل ما عنديش باش نديرهم ليه، الراجل عندي قلت له مريض في الركنه، ونزيد مازال قلت له انت انا مع واحد بقهيوه ولا غير قهوه راه ما يمكنش. قال لي لا صافي ملي شافني وهذا راه رشوه هذه. اي رشوه. ملي شافني قلت له هكذا، ويقول لي صافي عرفتي شنو، انا غنحل الامر بطريقتي. المهم بعد سير واجي بديت تنسمع ان كل واحد تيجي يقول لي خالتي انا راه خدام عندي قده خدام عند والده ديالها قده واحد التلميذ حتى هو راه كاين دابا راه بغيتو يجي قدامكم يشهد انه خدام عنده 100 درهم. قال لك خالتي انا غير حمال في السوق ديال الخضره، جا قال لك الديباناج ديال السياره ديالو جا عندي قال لي اعطيني باش نتقدر دير لي الديباناج، قال لك ما عطيتو 100 درهم، وكنت قال لك ديجا طالبو باش يحولني من قسم لقسم. قال لي خالتي صافي، قال لي غير سير تقضى الغرض ديالك، يعني بديك 100 درهم راه تقضى الغرض ديالو، وديك الولد مسكين شنو ذنبو حمال تيقرا وتيحمل القدره. الفضيحه اللي طرات شنو؟ الفضيحه اللي طرات هو دابا الحمد لله راه توقف، يعني ملي جات اللجنه البارح راه يعني نهار كله هما معاه في هذا، راه توقف دابا منعوه باش ما يدخلش المدرسه، داروا السيكيريتي حاشا وجهكم، راه الكلاب تما تلقاهم، يعني ممنوع انه يدخل المؤسسه، ويعني باش دوك الملفات ما يدخلش باش ما يحيدش شي حاجه من تمام داكشي اللي دار. وحد الان انا باقا تنطالب بحق بنتي يرجع ليها، وانا دابا راه متابعه قضائيا، راه درت شكايه للوكيل المالك، درت شكايه لمعالي الوزير، درت شكايه للنيابه، ورغم انني مشيت وجيت عده مرات للنيابه، ما كاينش اللي ينصفني، تمشيت في الشتات، مشيت بلا شتا، بكيت، شكيت، مشيت انا والبنت، مشيت انا والزوج ديالي، ما كاينش اللي ينصفنا في النيابه، اللي ولا تيقول لك صافي سيروا حنا نتلاقاو بك، سيروا حنا نتلاقاو بك، الاخر ما كاين هو انني فاش كنت نخرج ندخل من عنده، كانت خارجه عنده واحد اللجنه قبل ما يوقع عليه الشيء قبل ما يتفضح، خرجت عنده لجنه تلاقيت بها امام المدرسه منعني باش نشوفها، قال لي سيري ما يديروا ليك والو. ملي تلاقيت بهم هنا في هذه البلاصه هذه عنده ستاسيون ديال الطوموبيل، قلت لي ما ودي شوفوا بنتي واقع عليها واقع عليها، وانتم السيد شنو عاطيني يعني الوثيقه اللي عاطيها لي وتطلب مني الفديه، رجعوا دخلوا عنده شي ساعه الا ربع، خرجوا قال لي صافي الامور ديال بنتك غادي تريق، الغدا غادي يعطوا على بنتك تمدرس، شهر مورا داك الشيء ما عيطوش على البنت، ما تمدرسات ما دخلت تقرا ما والو الى يومنا هذا.
الرساله اللي كنوجه للاسره التعليم هو الضرب بيد من حديد على امثال بحال هاد الناس هادو. حنا تنقولوا انهم قدوه لوليداتنا، يعني الاسره الثانيه بعد الدار، واذا بينا كنتفاجئوا بهاد الناس المفسدين، يعني هادو بهاد المصطلح هذا شخص فاسد وامثاله حتى هما كذلك. واش تصور كان تقطع شجر في الصيف، يعني قبل ما هادو تيقول التلاميذ تيقولوا ملي ما عاونيش على تقطع ديال الشجر راه غنتواصل معاه في النقطه، نقص ليه النقطه في الامتحان. واش هو عنده الحق باش انه ينقص التلميذ ما بغاش يعاونه؟ وزيدوا التلميذ جاي يقرا ما جيش يعاون المدير باش يهز معاه داكشي ديال الشجر، يعني بزاف بزاف ما يتقالوا. المهم راه الحمد لله الحقيقه غادا تبان، وانا من هذا المنبر هذا اي واحد كيف حاله خاصو يتابع قضائيا، خاصو يتابع قضائيا. وانا ما مسامحاش بحقي وحق بنتي لدرجه انني وليت نعالجها عند طبيب نفساني، وانا غاده سير واجي في طاكسيات وبزاف ديال المسائل. بنتي مشات انتحر من هذا المنبر، تنقولها لكم بنتي مشات انتحر وعندي شهود على ذلك. علاش؟ حيت بنتي كتم جايه لابسه الطابليه ديالها باش تدخل المدرسه، تحبسها عند الباب ترجع تقول لها باقي ما تسولش الوضعيه، سيري حتى الغدا. يوميا غاده جايه لا انا لا با. يعني دابا انا كنطالب من هذا المنبر هذا باش القانون ينصفني وينصف الوليدات اللي بحال بنتي، لان حتى الوليدات بحال بنتي حتى هما ما لقاوش مساكن اللي يهضر عليهم. يقدر الاباء يكونوا خايفين، يقدر الامهات هما يكونوا خايفين. انا الحمد لله كنخاف من الله سبحانه وتعالى، وبزاف ديال الوثائق يعني شفتهم وشنو نقول لكم، يعني شلا ما يتقال. المهم بحال امثال هذا السيد هذا بحال امثاله خاصو يتعاقب، خاصو يتحكم عليه قضائيا.